السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين. معنا في كورس تغذية الدواجن أونلاين بولتري نيوتريشن كورس في جامعة الكوفة، فأهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ المساعد الدكتور حيدر طعمة الكعبي. أخذنا في المحاضرة السابقة كيفية تشريح الدجاج، الطريقة الصحيحة المتبعة لأجل تشريح الدجاج لأجل معرفة الآفات المرضية وسبب الهلاك وبالتالي مساعدة في تشخيص الأمراض. ننتقل اليوم إلى أمراض نقص التغذية. شنو الأمراض التي سببها نقص التغذية؟ نحاول أن نغطيها التي هي تدخل ضمن كورس تغذية الدواجن. فنتعرف على أول مرض، هو نقص فيتامين A، فيتامين A deficiency. معظم حالات نقص فيتامين A تحدث في الأفراخ اللي تتراوح أعمارها بين 1 إلى 7 أسابيع، وعادة هذا ما يحدث في الدجاج التربية المنزلية أو الدجاج الذي يربى في القرى، ونادر الحدوث في القطعان التجارية. زين، وسبب حدوث هذا العوز بالفيتامين اي عندما يغذى الدجاج على عليقة رديئة ذات نوعية غير جيدة، قد تكون مخزونة فترة طويلة، وبالتالي عملية الخزن تؤدي إلى أكسدة الفيتامينات وزلخة العليقة، وبالتالي يؤدي إلى تلف فيتامينات ومن ضمنها فيتامين A. أو قد يكون السبب الثاني أنه الأفراخ الوالدة، الأفراخ الفائسة عفوا، متأتية من أمهاتي أصلا تعاني من عوز بفيتامين A. chickens come from deficiency hens، يعني أصلا هي الأمهات مالتها تعاني من العوز. زين، نجي هسه العلامات السريرية. عندنا بالأفراخ الصغيرة اللي تراوح أعمارها بين 1 إلى 7 أسابيع، هذه سببنا ايش راح يكون؟ يكون stop growth، clinical signs مالته stop growth weakness and ataxia، يعني يكون ضعف ويكون ترنح ويكون توقف في النمو. بعد مرور أكثر من أسبوع في حالة النقص يلاحظ التهاب الجفون وربما التصاقها، يحدث التهاب الجفون inflammation of islets and stuck بسبب وجود النضحة لزجة تؤدي إلى انغلاق العين. زين، وهذه النضحة أيضا تظهر على المنخرين nostrils and enlargement of eyelids with cheesy materials، تتفق هذه الأيلتس بالمواد المتجبنة تحت الجفن. أما في الدجاج البالغ الأدلت إيش راح يكون العلامات مالتها؟ بعض الدجاج بشكل متفرق في حالات عليها التهاب العين والجيوب الأنفية، قد تكون متورمة منتفخة. في هذه الحالة يلاحظ وجود نضحة متجبنة متجمعة تحت ملتحمة العين، وقد تكون كميتها كبيرة. مثل العلامات التي أو قد يشتبه بها إصابة بحالات النزلات البردية كإصابات تنفسية. أما التغيرات المرضية، فالأفراخ سنلاحظ التهاب الجفون، وفي الأحيان تكون ملتصقة لوجود النضحة. كذلك في الأفراخ الصغيرة يلاحظ امتلاء الحالبين باليوريت. أما في الدجاج البيض يلاحظ وجود حطاطات على مخاطية الفم والبلعوم، وقد تمتد إلى حوصلة. قد لاحظ نضحة مخاطية في المجاري الأنفية. كيس الملتحمة يحتوي على مواد مخاطية. زين، التشخيص مالته نلاحظ هذا مثلا بالتشريح، نلاحظ هاي شوف هذه النقاط البيضاء، هو تحول الغشاء مال بطانة المريء من مواد سوفت مثل هذه كانت إلى حبيبات ناعمة، فهو هذا سببها ناقص فيتامين أي. زين، التشخيص مالته راح نعتمد على العلامات السريرية، ونعتمد
على فحص الغذاء، نفحص الغذاء ونشوف الكواليتي مالته، نسأله هل هو متأتي من يعني مخزون فترة طويلة، نسأل عن الغذاء. وعندنا هيستوباثولوجي، نعمل هيستوباثولوجي لهذه الآفات اللي شفناها قبل شوية، ممكن أن تساعدنا بالتشخيص. وللسيطرة على المرض نعطي فيتامين أي، ونتجنب فترات طويلة للخزن، وللعلاج فيتامين أي يعطى بكمية من 2 إلى 4 أضعاف الكمية التي يعطى بصورة اعتيادية. يعني ايش قد يحتاج من كمية اعتيادية، نعطي من 2 إلى 4 أضعاف. زين، نجي إلى الحالة الثانية وهي الكساح أو ما سماه ريكتس. في الدواجن يعتبر نقص أو العوز الغذائي أو عدم توازن الكالسيوم من أهم مسببات الكساح، ودي 3 والفسفور فيتامينات. إذن أهم مسببات الكساح في الدواجن هو عدم توازن الكالسيوم والفسفور وفيتامين دي 3، هاي أسبابه. إذا عدم التوازن بالكالسيوم والفسفور ونقص فيتامين دي. والفسفور يلاحظ بشكل شائع في الأفراخ الصغيرة، نقص فيتامين دي 3 التي يتراوح عمرها بالنسبة للأفراخ سيطرها أعمارها بضع أسابيع. أما نقص الكالسيوم فيلاحظ في الأفراخ التي في نفس العمر بضع أسابيع أيضا، أو الدجاج البالغ يحدث الكساح بشكل شائع في القطعان الصغيرة التي تربى على حلية غير يعني مركبة تركيب علمي صحيح. المسببات، شنو المسببات مالتها؟ قلنا بسبب نقص الفوسفور ونقص فيتامين دي أو عدم توازن بين الفوسفور والكالسيوم، قد يحدث الكساح في حالة يعطى فيها الكالسيوم بكميات كبيرة على الرغم من احتواء العلية على كميات كافية من فيتامين دي 3. يعني من نعطي كميات كبيرة من الكالسيوم، يعني هنا راح يصير عدم توازن الكالسيوم والفسفور على الرغم من انه احنا معطين فيتامين دي. زين، نجي على العلامات السريرية، يكون العرج لامينس، صعوبة بالمشي، تأخر في النمو late growth difficult in walking and لامينس. هذه العلامات، قد يلاحظ تضخم في نهاية العظام الطويلة خاصة مفصل العرقوب، وتميل الأفراخ المصابة إلى الجلوس، الأفراخ المصابة تميل إلى الجلوس، ما لها قدرة على الوقوف والمشي، فتجلس يكون أكثر راحة لها. زين، كذلك تفحص الأضلاع من الداخل، نفحص الأضلاع تلاحظ بوضوح عند أماكن المفاصل الأضلاع بالعمود الفقري، الأضلاع تكون متدخنة ويمكن أن تطوى بسهولة. التشخيص، شلون نشخصها؟ عند الرجوع إلى مكونات العليقة نفحص مكونات العليقة ونتأكد من كميات الكالسيوم والفسفور بالإضافة إلى وجود فيتامين دي. تحليل العليقة يمكن إجراءه ولكن مكلفة. تغذية، طبعا العلامات السريرية نشوف تليين بالعظام، والعلامات السريرية قلنا صعوبة بالمشي والميل الأفراخ إلى الجلوس بفترات طويلة وضعف بالحركة وضعف بالنمو. زين، هذا بالنسبة للتشخيص. للسيطرة طبعا نعطي الكالسيوم والفسفور بصورة متوازنة ونعطي فيتامين دي 3 بالإضافة إلى إعطاء مضادات الأكسدة للعليقة، المحافظة على فيتامين دي 3، المحافظة على فيتامين دي 3 من الأكسدة، الاهتمام بتركيب العليقة ويجب أن تكون ملائمة للعمر وغرض الإنتاج. زين، العلاج هذا نلاحظ، هاي لما نشرح ونشوف مناطق تمفصل الأضلاع الربس مع العمود الفقري، نلاحظ هذه العقد، هاي التضخمات بمنطقة تمفصل الأضلاع، فهي دليل على وجود نقص بفيتامين دي 3 او عدم توازن الكالسيوم والفسفور، فما تسمى بالريكتس، بالاضافه الى تليين العظام و يعني سهوله كسره. زين، هذه محاضرتنا لهذا اليوم، وسوف يكون هناك كوز بسيط، ونراكم ان شاء الله في المحاضره السابقه ونكمل بقيه الأمراض. شكرا لكم.